الموصل. حتى هذه اللحظة ما زالت هناك جثث تحت هذه الأنقاض يتم البحث عنها من أجل إخراجها. حتى هذه اللحظة هذه المدينة مدمرة، لم تعمر، لم تقم الحكومة طبعا بمساعدة فرق الدفاع المدني من أجل انتشال هذه الجثث. عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين مجموعة من الصورة كذلك مقطع وردنا من مدينة الموصل يعرض حجم الدمار الذي وصل في هذه المدينة. نتابع في البداية هذه مجموعة من الصور كما تلاحظون الدمار الذي حل بهذه المدينة. فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال 2100 جثة لمدنيين من الجانب الغربي لمدينة الموصل بالفترة من يوليو تموز الماضي وحتى هذا اليوم. الرائد سعد حامد قال إن فرق الإنقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني بالمحافظة تواجه عقبات منها لوجستية تتعلق بالمعدات المعدات والتجهيزات، وتوقع أن تنتهي عملية انتشال الجثث في غضون فترة لا تزيد عن شهرين، ورجح يكون هناك قرابة 400 إلى 500 جثة ما زالت موجودة تحت الأنقاض بحسب السجلات ومراجعات ذوي الضحايا الذين يطالبون بمعرفة طبعا مصير أبنائهم. مشاهدينا طبعا كما تلاحظون الصور معي، امرأة تنظر إلى هذا الدمار الذي حل بمناطق من مدينة الموصل.